متابعي قناه الفاس بريس، مرحبا بكم. مجموعه من سكان حي النسيم وحي اسلان بمدينه الدار البيضاء وبالضبط في مقاطعه الحي الحسني تشكوا منذ شهور طويله واحد الرائحه اللي ولات تخلق لهم واحد مشكل كبير، واضطروا مجموعه من السكان تاع الحي النسيم وحي اسلان وباقي الاحياء المجاوره لواد بوسكوره باش يخرجوا من الديور ديالهم في واحد الساعات مبكره تفاديا لوقوع هذا الرائحه هذه اللي اختلفت المصدر ديالها. البعض يقول ان بعض الوحدات الصناعيه، البعض يقول تطهير السائل، كل واحد اش يقول. والان هما تيطلبوا بضروره فتح تحقيق من اجل معرفه المصدر تاع الروائح الكريهه اللي ولات تخلق لهم واحد الازعاج وازعاج كبير جدا. سي خليفه، السكان تاع النسيم وحي اسلان تيشكي من واحد الرائحه يعني منذ اسابيع طويله، اشني الضرر اللي مخلفه لكم هذه الرائحه ومن جايه هذه الرائحه هذه؟ ماشي منذ اسابيع، منذ شهور، لان احنا كنا صيفطنا كاع السلطات، حطينا لهم، عندنا لي زاكيزي دو ريسبسيون، حطينا لهم لا دوموند والشكايه ديالنا ديال الساكنه كلها. منذ في شهر خمسة حطينا الشكايات ولم نتوصل باي جواب والو. الرائحه تتكون بالضبط في الليل، بعض المرات ما عندهاش وقت، كانت واحد الوقيته من 8 الليل الفوق، واحد شويه ولاو تيفاريو ما بين 12 الليل حتى الفجر. واللي بغي يعرف، اللي بغي يعرف هذه الرائحه يجي يدير غير واحد الدوره في النسيم ما بين 12 الليل حتى الفجر الصباح، ويدير غير دوره في الاحياء هنا وسط الفيلات. حنا شي تقريبا شي 1000 فيلا اللي كاينه هنايا ما بين لي زابارتمون وما بين الفيلات، ويشوف ديك الرائحه وغادي يشوف بعينيه، يشوف لان هذه الرائحه ما يمكنش نصورها بالكاميرا. كان عندنا مشكل ديال الشنيوله، الشنيوله ولينا دابا تنطلبوا غير الشنيوله تجينا وحيدوا لنا الريحه. الشنيوله عندنا لقينا لها الحل، تنديروا البريزات وتنديروا الادويه، اما الريحه ما عندي، ما عندناش، ما كاينش شي حل اللي يمكن نحيدوا هذه الريحه. شنو المصدر تاع هذه الريحه هذه؟ واش عرفتوا المصدر ولا ما عرفتوش؟ كان جاو بعض القنوات التلفزيونيه اللي داروا واحد ريبورتاج هنايا وقال لك بان الرائحه جايه المصدر ديالها من نواصر، من عباره عن وحدات صناعيه اللي تيرميو النفايات ديالهم. ولكن هذه الرائحه راه ماشي بحال ديال المياه العادمه، راه هذه الروائح فيها زائد مواد كيميائيه، لان كنشمو بحال الرائحه ديال الامونياك، المهم دي برودوي شيميك، ما عرفناش المصدر ديالهم، ولكن سيغمون جايين من، خاص السلطات المحليه دير واحد البحث من النسيم هنايا حتى البوسكوره، راه يقدوا يعرفوا شكون هما الوحدات الصناعيه اللي تيخويو. واش هادشي عن طريق الريح ولا عن طريق الماء في البوسكوره ولا كيفاش هادشي؟ لا انا اللي فهمت لانهم تيجمعوا ذاك الماء، اللي التصور ديالي ما عرفتش واش هو لو فغي، تيخووا الماء في الليل، فواحد الوقيته في الليل ما بين 11 الليل 12 الليل حتى الفجر، تيخووا في الماء وذاك الماء فاش يجي تيطلق الريحه ديالو كاع في جميع الاحياء المجاوره ديال واد بوسكوره. السي العمير، حي الاسلان وحي النسيم كانوا تيشكوا من حشرات الدار، دابا تزاد واحد الموضوع اخر هو الروائح الكهريه. بالنسبه لكم انتم في داخل الجمعيه ديالكم، شنو المجهودات اللي ستبذلوا من اجل يعني التدخل باش يتحيد هذه الرائحه هذه؟ انا قلت لك في هذا الائتلاف اللي دايرين هنا، باش ندير لك الصوره، واد بوسكوره عنده سكان على اليمين وعنده سكان على اليسار، راه تقريبا واحد 10000 سكان ديال النسمه ديال السكان اللي متضررين من هذا الشيء. وبالتالي حنا ملي تلاقينا قلنا ودي غنبداو بلاتي احسن، ما غنبداوش بالصداع وبالوقفات وبهذا، في انتظار نشوفوا السلطات اش غدير. درنا رسائل مشتركه ديال الجمعيات كلهم اللي مضرين من هذا، لا النسيم القديم ولا الجهه الكتبيه ولا جمعيه سكن سميتها جنه البيضاء، سكن جمعيه السكنيه اسلان، وحده ديال العماره ديال الاساتذه، وكاع المتضررين جمعناهم ودرنا مراسله. ها هما نعطيكم الرسائل، راسلنا الوالي، راسلنا مجلس المدينه، راسلنا الوكاله الحضاريه، راسلنا العمله حي حسني عين شق، راسلنا جميع الجهات ما فيهم الوكاله الحوض المائي اللي كاينه بن سليمان وكازا بيئه والمقاطعات ديال الاحياء كلهم، راسلناهم على هذا الموضوع وحطينا لا كوتي ريسبسيون. شنو هو الشكايه ديالنا؟ هو الواد الحار، هو الروائح الكريهه، شنيوله، طوبه، سراق الزيت، واستقبلونا في العماله، استقبلوا واحد اللجنه مشكله من هذا الاداء وعطونا وعود بان غيحلوا المشكل، ولكن باقي هذا الشيء كيستمر. الخير دليل بانه كاين مشكل، قالوا لنا غادي نديروا البومباج شي حل يعني اولي، ولكن ملي جاو كيديروا هاد البومباج اللي كتشوفوا باش يحيدوه من ذاك هذا، وكيديروه في الواد المجاري المشتركه، مما عطى الفيضان عند احد السكان هنايا، راه دزنا عليه وشتوه، راه صاد عليه الماء، ودابا راه باقيين كيديروا نفس الشيء لهاد نفس العمليه. كنخاف عاوتاني اللي تعاود تكرر هادشي. وبالتالي شنو حجم الضرر ديالكم من حيث الرائحه اللي تتخرج؟ راه الضرر كنقول لك، راه سمعتي الاخ اللي سبقني،
بانه كاين مجموعه تاع السكان ما تلاوش قادرين من 4 الصباح كيخرج هز مراته ولا وليداته كيخرج يمشي لعين دياه ولا يمشي لشي بلاصه شي غابه يشم فيها الهواء لان ما قادرش يسيبورتي هذاك الشيء ان سيبورتابل هذا الشيء وما يمكنش يستمر هذا الشيء الى ما لا نهايه له. شنو الخطوات اللي غديروا مستقبلا؟ خطوات تصبروا ولا شد خطوات بعدا في الاول كنشكركم كجريده وكالوطن الان وكانفاس على هذه المبادره اللي درتوا ولبيتوا الرغبه ديال الطلب لان كنا اتصلنا بكم باش تجيو ديروا هذا الشيء. هذه المرحله الاولى ولكن معنا غنديروا دي عندنا الاخ جليل غادي يدير تقرير حول هذا الوضع هذا غنديروا كاع الحوايج اللي ممكن نثبتوا بها بانه رحنا مضرين وبالتالي غندفعوهم السلطات. مشات السلطات معنا ولقات لينا الحل بليتو بوسيبل ما غادي ندير والو غنقولوا تبارك الله ما دارش راه ما غنبقاوش ساكتين على هذا الشيء لان سينا خسر خوض الديور انا نمشيو نسكنوا في شي دار اخرى. الاشكال اللي كاين الان هو اللي كاينه هي شيء انه هناك يعني شبكه ديال الصرف الصحي اللي متداعيه تماما التي لا يمكن ان نسميها شبكه صرف صحي. ان الصرف الصحي عندنا هنايا فيه صرف مياه الامطار وصرف مياه العادمه ولكن ما من اللي لاحظنا هنايا هو ان هذا الصرف ديال المياه العادمه يتم بطريقه بدائيه جدا لا تستحق ان يعني ان تكون حتى في واحد القريه. الان عندنا المياه الاسنه التي تتراكم وكدير مستنقعات وكتشكل واحد المنطقه ديال المبيض ديال جميع الافات بما في ذلك الحشرات الضاره الى غير ذلك والقوارض وعندنا هذه الروائح الكريهه التي تشكل خطرا على السكينه. واش نتوما ندمتوا انكم سكنتوا في هذه المنطقه؟ لا ماشي ندمنا لاننا كنعتبروا بانه تاهيل البنيه التحتيه هي مساله يعني يطلع بها سميتو مجلس المدينه ولكن للاسف مجلس المدينه كان فاشلا الى حد كبير من اجل الاطلاع بهذه القضيه. حنا كنقولوا كاين مهله ان الناس يديروا واحد لا غيابيليتاسيون ولا واحد اعاده تاهيل ديال 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 الشبكه هذه ولكن للاسف الشديد انه لم يقع ما كنا نتمناه وانا اللي كنظن بانه يجب الاخذ بعين الاعتبار هذه المساله بجديه لانه لا يشكل فقط مساله بيئيه خطيره على السكان ولكن كذلك صحيه. الانبعاثات ديال هذه الروائح الكريهه راه انبعاثات ديال غازات سامه ما باش نذكركم راه غاز كبريتيت الهيدروجين لو سلفير هيدروجين راه سام يحدث مشاكل صحيه للاطفال والنساء الحوامل والرجال يعني وبالتالي راه ماشي ناخذوها بواحد 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 يعني بواحد المساله اللي فيها واحد النوع ديال التخفيف. مساله خطيره جدا لابد ان حنا درنا بطبيعه الحال مجموعه ديال الخطوات يعني من اجل ان التقرب من السلطات ولكن السلطات اذا درت اذا استغشت ثيابها ووضعت اذانها في يعني اصابعها في اذانها حذر غادي نسلكوا جميع السبل القانونيه من اجل احقاق الحق ومن اجل رد الاعتبار لهذه السكينه التي تتضرر والتي كما قال الاخوان قبل منا لا نستطيع فتح النوافذ من استنشاق الهواء الطيب والاطفال ديالنا والنساء ديالنا وكاع الناس كلهم وحتى الحي ديالنا الذي كان نورمال كان بطبيعه الحال كان غادي يكون واحد الحي اللي هو جميل جدا على المستوى البيئي الان متضرر من هذا يعني المسألة. وما ننساوش كذلك بانه الروائح ماشي فقط هي لانويزونس وحده اللي كاينه كاين روائح حنا ملي بحرس كان عندنا هنا جردان الحقول دوك الجردان ديال الحقول دابا ولا عندنا جردان البالوعات ولا عندنا لي غاديكو ما بقاش عندنا هذاك لي غادو الشون كان ما كانش عندنا سميتو شنو ولا بالطريقه هذه الى غير ذلك وبالتالي فان الامور تتفاقم وانا اظن بان الحل كاين لابد لا يكون هناك تلكؤ من طرف السلطات حتى يتم حل المشكله.